السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان أفعال ملازمة للبناء للمجهول. في البداية عايزين نشوف إزاي بنبني الفعل للمجهول. يبنى الفعلان الماضي والمضارع للمجهول بعد حذف الفاعل لأسباب عدة يقتضيها المقام، أما الفعل الأمر فلا يبنى للمجهول ويحل محل الفاعل نائب فاعل. الفعل الماضي صحيح العين، أي لا يوجد في وسطه حرف علة الخالي من التضعيف، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. مثال: علم، علم، مثل علم السر. السر هنا نائب فاعل. الفعل المضارع يضم أول حرف فيه ويفتح ما قبل الآخر. يعلم، يعلم. المضارع الأجوف تقلب عينه ألفا. المضارع الأجوف تقلب عينه ألفا. يقول، يقال. يعين، يعان. مثال: يصام نهار رمضان ويقام ليله. إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة فإن الحرف الواقع بعدها يضم كما تضم التاء، مثل تفضل، تفضل، تقبل، تقبل. الفعل الماضي الأجوف مثل صام وباع واقتاد تقلب عينه ياء ليصبح صيم وبيع واقتيد. الماضي الثلاثي المضاعف مثل شد وهز ومد فيضم أوله، مثل شد الحبل ودقة الطبول ومدة الجسور. إن كان ثاني أو ثالث ألفا زائدة قلبت واوا، مثل جاهد، جوهد، تعهد، تعهد. المضارع إذا كان الحرف قبل الأخير ياء عند البناء للمجهول تقلب ألفا، مثل يستعين، يستعان، يستطيع، يستطاع. انتبه، خليك معايا في الجزء اللي جاي ده. الفعل الأمر والفعل الجامد لا يبنيان للمجهول. الفعل الأمر والفعل الجامد لا يبنيان للمجهول. بعد كده ندخل بقى على موضوع الدرس اللي هو الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. هناك بعض الأفعال الماضية وردت في اللغة العربية على صورة المبني للمجهول ويعرب ما بعدها فاعلا لا نائب فاعل، مثل حمى، أصيب بالحمى، مثل حمى الرجل، الرجل هنا فاعل وليس نائب فاعل. فولج، أصيب بالفالج أي الشلل، فولج الصغير. امتقع أو انتقع بالميم أو بالنون وهو تغير لونه من هم وحزن، مثل امتقع الفاشل. أغمية، خفي وغشي عليه. ثلج صدره أو فؤاده، بلد وذهب منه الخوف. جن، ذهب عقله. غم الهلال، احتجب واختفى فلا يرى. سل، أصيب بالسل. شده أي تحير. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.